يا مساء الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة هي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. هكون معكم أنا مرفت ربيع من دلوقتي وعلى مدار نص ساعة على الهواء مباشرة. كل الناس بتزعل وتتصافى، زعلت مع زميلك شوية وتتصالحوا، زعلت مع جارك كام يوم وتتراضوا، زعلت مع ابنك مع أختك مع خالك مع عمك برضو شوية وتتصالحوا. إنما بقى تزعل مع واحدة ست يبقى نقطة ومن أول السطر. يا ترى هتعرف حضرتك تراضيها وتصالحها ازاي؟ ده اللي هنتناقش فيه من بداية حلقتنا. لما تزعل ست تصالحها ازاي؟ لما تحب تصالحها تصالح ست انت زعلتها، صالحها وهي زعلانة منك وفي قمة غضبها، لانها هتحترم انك ما اشتريتش دماغك وسبتها تولع وعرفت تحتويها. اوعى تصالحها بعد ايام لما هي تغير مودها بنفسها وتبقى مبسوطه، فحضرتك تروح تلطف الجو وعقلك يقولك هو ده الوقت المناسب. ده من وجهه نظري مش صح ابدا. لو انت عملت كده فعلا هي بالطريقه دي هتنفجر في وشك اكتر، لانك مش سبب سعادتها ولانك بتختار الوقت اللي هي سعيده فيه، وهتفتح جدل معاك مين غلطان ومين مش غلطان. يا جماعة زعل الست زي الستارة اللي مسك فيها عود كبريت، حاول تفكر لو سبته يومين وجيت تطفيه أحسن ولا تطفيه دلوقتي. للأسف معظم الرجالة مش فاهمة النظرية دي وبتصالح بعد ما الستارة تبقى فحمة. يا رب تكون النظرية وصلت. خلونا نروح للانجراف وراء اللهو الدنيوي، ولكن طبعا ان شاء الله في الجزء الثاني من الحلقه. لكن في البدايه طبعا يا جماعه زي ما انا بدات لكم المقدمه الجميله دي كنا بنتكلم عن زعل الست. يعني لما اي ست تزعل من زوجها مش مطلوب ابدا ان هو يسيبها كده مع نفسها تتصالح او ما تتصالحش، هي حره وطبعا اكيد بتخزن جواها كل هذه المضايقات وبتبقى مشحونه جدا من زوجها، ويجي هو بقى بعد شويه يقول لها ايه، تكون هي راقت والموضوع خلص ويقول لها بقى انا جاي اصالحك. طب هو الكلام ده ينفع؟ اكيد لا طبعا ما ينفعش. حضرتك لما هتكون هتصالحها تصالحها وهي زعلانه، هتشيلها لك اكتر. الموضوع بقى اللي انا عايزه اكلمكم فيه دلوقتي يا جماعه الانجراف وراء اللهو الدنيوي والانصراف عن الاخره. شايفة إن ناس كتيرة من النوع ده فعلا بتلهو وراء الانجراف الدنيوي. الانجراف وراء اللهو الدنيوي والانشغال بمظاهر الحياة الدنيا يؤدي إلى الابتعاد عن التركيز عن الآخرة. والهدف الأساسي لوجود الإنسان اللهو الدنيوي يشمل التمسك بالماديات والسعي وراء المال والشهرة والانغماس في الملذات التي قد تنسي الإنسان واجباته الدينية وكمان الأخلاقية. يا جماعة الدين الإسلامي دايما بيحثنا على أن تكون الدنيا مزرعة لحصاد الآخرة، بمعنى أن الإنسان يعمل ويجتهد في حياته الدنيوية ولكن دون أن ينسى أن الغاية الكبرى هي الآخرة. عندما يترك الإنسان نفسه للإنجراف وراء ملذات الدنيا فقط قد يقع في الغفلة عن الموت والحساب، مما يجعله يخسر التوازن بين الدنيا والآخرة. للتغلب على هذا الانجراف يحتاج الإنسان إلى التفكير الدائم والتركيز على الأعمال التي تقربه إلى الله وتحضره ليوم الحساب. حابة أخذ طبعا رأي الدين في الموضوع فيما يخص موضوعنا، ومعانا على الهاتف فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري من علماء الأزهر الشريف، وعلى ما يجهزوا المكالمة ندردش يا جماعة في الموضوع ده شوية. طبعا اللي هو بعنوان انا اتكلمت في مقدمه جميله جدا مع حضراتكم الانجراف وراء اللهو الدنيوي وان احنا طبعا بننسى الاخره، ونتناقش في الموضوع ده مع فضيله الشيخ احمد الازهري. الو فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام دكتور احمد، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. دكتور ايه الاخبار؟ الحمد لله. منور استديو الملكه يا فضيله الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اكرمكم الله. ميرسي جدا فضيلة الشيخ أحمد. طبعا حضرتك عارف دلوقتي أن كثير من الناس انجرفوا كتير قوي قوي وراء الدنيا ونسيوا الآخرة. فضيلة الشيخ يعني بقى فيه لهو كتير، بقى فيه صخب كتير في الدنيا، بقى فيه الناس شغلة نفسها بحاجات كتير جدا، طبعا أكيد حضرتك عارف يعني أغلبها النواحي المادية، وبدأوا يعني يتناسوا وينسوا موضوع الآخرة. حضرتك عاوزة أعرف ما هي الأسباب
الأسباب التي جعلت الإنسان ينجرف وراء اللهو الدنيوي؟ تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الحقيقة إنه هذا الأمر يعني مع ما نعيشه الآن من أمور كثيرة وماديات طاغية، يعني كلما زادت كلما تعلق قلب الإنسان بالدنيا. لكن العاقل الذكي الفطن هو الذي يحضر نفسه، يهيئ نفسه، تكون الدنيا له كالمزرعة، كما قالوا الدنيا كالراحلة، إن ركبتها حملتك وإن ركبتك قتلتك، هي كالحية، لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال وأيامها تمضي كالخيال. الواحد منا عليه أن يعلم أن كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان وجوده في هذه الحياة الدنيا نعم وكي يعمر هذه كي يعمر هذه الحياة، ولكن عليه ألا يعني يعمل في الدنيا كأنه يعيش فيها ولا يتركها أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا وأرشدنا فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قالوا حتى قال ليه قال أو عابر سبيل؟ قالوا لأن الغريب قد ينزل بلدا فيتخذها موطنا له غير موطنه الأصلي، أما عابر السبيل فإنه لا يطيل المك فيها. كذلك الواحد مننا في هذه الدنيا عليه أن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأن يعمل فيها وأن يجد وأن يجتهد بما يعود عليه بالنفع في دنياه وفي آخرته. لذلك تمام فضيلة الشيخ. يعني حضرتك يعني وجه نصيحة برضو للي بيسمعونا، ان يعني هو سريعا في سببين ابن الجوزي ذكرهم في كتابه صيد الخاطر لسبب الانغماس في الشهوات ونحو ذلك. تمام. قال السبب الاول ان تطاع النفس في كل شيء تطلبه، كل وهذا يذهب بالدين، يذهب بالدين والدنيا طبعا. والنفس لا تقنع والنفس لا تشبع. فالإنسان عليه أن يضبط هذا الأمر. صحيح. والأمر الثاني إنه الصحبة، مخالطة الناس، عليه أن ينظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي من يصاحب. طبعا. نعم. الصاحب ساحب يا فضيلة الشيخ. الصاحب ساحب. إما إلى الجنة وإما إلى النار. أكيد طبعا. يعني نفهم من حضرتك ننتقي الأصحاب والصحبة أكيد. والناس اللي إحنا نتعرف عليهم ونتكلم معاهم، علشان أكيد أنا لما صاحب حد بيصلي وعارف ربنا هبقى زيه. أكيد لأنه الإنسان إذا صاحب من يشغلهم أمر الدنيا والشهوات فقط فإنه سيكون على ضربهم، وإذا صاحب الصالحين فإنه ينصرح على ضربهم فإنه ينصرح بصحبته. فالإنسان ينتقي الصحبة الطيبة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. حضرتك شايف أن في تراجع شديد جدا في موضوع أن الناس بتسعى للآخرة يا فضيلة الشيخ، وفعلا في تراجع. نعم صحيح، لأنه سبحان الله صارت القلوب معلقة بالدنيا، وكأن الدنيا هي نهاية الأمر، وكأن الدنيا هي فيها كل الملذات ونحو ذلك. صحيح. بل الأمر ليس هكذا. الدنيا ما هي إلا يعني ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال الدنيا كالقنطرة فاعبروها ولا تعمروها، يعني معناه الواحد لو مر يعني كأنه شاطئ من هنا وشاطئ من هناك وفي ممر ما بينهم. تمام. هل بيجي مثلا في النص ويهيئ بناء جميل وكذا؟ لا، بل بالعكس، لك مجرد ممر أنا بمر منه إلى الجهة الأخرى. كذلك الدنيا. يعني يا فضيلة الشيخ الإنسان مش محتاج كل هذا اللهو الفظيع جدا اللي هو عايزين نكبر بيوت ونشتري عربيات ونعمل ونكدس فلوس في البنوك والحاجات دي كلها، هو فاكر إن هو هياخدها معايا مثلا. يا فضيلة أيوة. الإنسان ينظر إلى هذا إلى هذه النعم على أنها من الله تبارك وتعالى، يستعين بها على ما يحتاجه في دنياه ويعين بها غيره. صحيح.
ويعين بها غيره. يعني الاهم طبعا يا فضيله الشيخ الانشغال ايه بالاخره، وطبعا احنا مش بنقول للناس ما تشتغلوش و لا لا، ما احنا بينا وما تتبسطوش في الدنيا، لا نعم. اكيد لا. بل بالعكس، اجعل عملك في الدنيا يكون نافعا لك في الاخره. انت أكيد. في الدنيا أكيد. كانك تزرع لتحصد في الآخرة. لتحصد يبقى إذن الإنسان لازم يقاوم نفسه يا فضيلة الشيخ، لازم أكيد يقاوم أكيد. النفس طبعا دائما أمارة بالسوء والانشغال. صحيح. ولا لذلك العلماء يقولوا شفاء النفس مخالفتها. النفس لا تعطى كل ما تطلب. أكيد. بل ينبغي أكيد. أن يخالفها الإنسان، يبقى لأنه لو اتبعها تهلكه. تهلكه، يبقى الحرص كل الحرص يا فضيلة الشيخ، والإنسان دايماً إيه يذكر نفسه باستمرار، ستوب، أنا الدنيا خدتني، لا يا جماعة أنا نعم. لازم أرجع وأشوف آخرتي برضو وأعمل لها، نعم صحيح. لأن دي صحيح. دار البقاء يا فضيلة الشيخ. علشان كده ورد عن سيدنا عمر أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن تحاسبوا أعمالكم. طب قبل ما تقفل معايا، قبل ما تقفل فضيلة الشيخ، بس هسأل حضرتك سؤال بس على عجالة. نعم. دلوقتي حضرتك بتشوف على السوشيال ميديا الناس اللي بيحصل لها مصايب وبيحصل لها حالات فقد ووفاة، وبتشوف طبعا واغلبهم مشاهير، يعني موضوع الكومنتات اللي بتيجي من الناس المعلقين على الحدث ده، بتلاقي بيهاجموا اهل المتوفي او الناس المصابة بكلمات، يعني هم مش ناقصنا في الموقف اللي هم فيه، يعني مثلا يقول له انت ولا زعلان ولا حاجة، انت بتمثل مثلا، انت عاوز تتصور وتاخد اللقطة والكلام ده. والله يا دكتورة، والناس نسيت الرحمة يا فضيلة الشيخ. سبحان الله، بقينا في زمن صعب. بدل أن يعين كل من الآخر يعني على تحمل مصابه، ولهذا سرعت التعزية. يعني للدرجات يا فضيلة الشيخ أصبحت الاستهانة حتى بأحزان الناس ومشاعرهم، يعني استهنا بكل حاجة، استهنا يعني بأخلاق الناس، واستهنا بأن احنا نجيب سيرتهم كمان بأحزانهم. هو لأنه سبحان الله النفس جبلت على يعني التطلع ومعرفة معايب الآخرين، لكن الذي يعني يعمل على إصلاح نفسه لا يشغله، إنما يقول بعض الناس لما قيل له ماذا تقول في فلان، قال له شغلني إصلاح عيب نفسي عن النظر إلى عيوب الآخرين. أنا لا أشغل نفسي بغير. تمام يا فضيلة الشيخ، بنشكر حضرتك فضيلة الشيخ أحمد سمير الأزهري من علماء الأزهر الشريف. طبعا يا جماعة بالنسبة للجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها، نرحم بعضنا، نحس بأحزان بعض، نحس يعني بلاش نجلد بعض بالطريقة دي، علشان كده احنا بيحصل تراجع كبير جدا في سلوكيات المجتمع. نروح طبعا لمقتطف سريع ومقولة دايما بتتقال، ان الام مدرسه. طب لو هنتكلم النهارده على الاب، علشان ما يقولوليش بقى انت بتتكلمي دايما عن الام وعن هي والانثى والكلام ده وناسي الاب، لا طبعا، الاب يا جماعه على عيننا وراسنا، الاب هو السند، هو القوه، الاب هو كل حاجه حلوه. الاب كلمه عظيمه قد تكون قصيره الطول قليله الاحرف، الا انها طويله الامد في العطاء كبيرة المكانة. فالأب دايما بنلاقيه يحافظ على أسرته المتماسكة ولا يفرقها شيء، يقضي ساعاته الطوال في العمل ولا يعرف الملل لكي يعود إلى أبنائه. الأب لا يعوده شيء، فبوفاته تظهر ثغراته في الأسرة ويظهر الفراغ الذي تركه، وتفقد الأسرة أكبر مقاومتها، فيشعر الأهل بالغربة لفقدهم عمود البيت وأساسه الذي طالما ارتكزوا عليه. الأب كالشجرة في العطاء، فهو يمنح بلا مقابل، وكالنهر في الحنين دائم الحب، وهو صمام الأمان للأسرة، فهو يحميهم من المخاطر التي تحيط بهم. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بسرعة، اوعوا تروحوا في اي مكان. اهلا بكم بعد الفاصل. الحقيقه حابه اتناقش معاكم في موضوع غايه الاهميه تحت عنوان مع ام ضد ملاحقه الزوجه وراء الزوج. حد يقول لي ايه الكلام الكبير ده يا دكتوره ميرفت؟ اقول له حضرتك وبكل بساطه، يعتبر البعض ان الملاحقه تعبر عن الحب والرغبه في حمايه الشريك. قد يشعر الزوج بان ذلك يعكس اهتمامه واستعداده لدعم زوجته في كل خطواتها. في بعض الحالات قد تكون ولكن في بعض الحالات قد تكون هناك مخاوف مشروعة تتعلق بالسلامة أو السلوكيات التي قد تؤثر سلبا على العلاقة. ولو هنتكلم من ناحية
ناحية تانية بيرى الكثيرون أن ملاحقة الأزواج تؤدي إلى فقدان الخصوصية والثقة، وقد تسبب توتر في العلاقة والشعور بالتحكم أو الرقابة. يمكن أن يؤدي إلى مشاعر طبعا سلبية ويزيد من انعدام الثقة، وده فعلا بيؤثر على العلاقة بشكل عام. والاحترام المتبادل والحرية الشخصية هما من الأسس المهمة في أي علاقة ناجحة، برغم من أن الزوجة مديرة البيت إلى أن الزوج ميزان البيت، وبالتالي هو القادر على ضمان صحة البيت. والغيرة الخفيفة طبعا جميلة، ولكن لا تصل إلى الشك والمراقبة. دايما مطلوب الثقة المتبادلة بين الطرفين وإعطاء الحرية للشريكين. الدنيا كالماء المالح، وهنكمل كلامنا طبعا في الموضوع ده، ان يعني بتكلم في موضوع مهم جدا يا جماعه، اكيد بيتسبب في ممكن مشاكل كتيره قوي داخل البيت بين الزوجين، اللي هي ايه بقى؟ ملاحقه الزوجه لزوجها. بنلاحظ طبعا ان الستات كتير جدا بتبتدي ايه، دايما تحاصر الزوج في منطقه معينه. انت بتعمل ايه؟ انت بتكلم مين؟ انت بتروح فين؟ انت اتاخرت بره ليه؟ وطبعا في ستات كتير بتفتح الموبايلات وتعرف الرقم السري كده في الخباثه يعني، وتشوف تليفون جوزها فيه ايه، وممكن تتصنت على المكالمات. يعني بالمختصر كده عامله عليه كماشه. طيب هي متخيله ان انا كده ده الصح، وان انا بحافظ عليه، وان لازم ان انا اراقبه باستمرار. وبعض السيدات في اماكن معينه ممكن بتلجأ لوضع كاميرات مراقبه في السياره، في اماكن العمل، في اي مكان ممكن ستات تخلي ناس تراقبه وتمشي وراه. طب احنا عايزين نتكلم مع يعني الستات في الموضوع ده، هل الكلام ده انت يعني انتم مع ام ضد ان الزوجه تفضل عامله حصار ومضيقه خناق كده على الزوج؟ اظن يا جماعه يعني احنا من البدايه لازم يكون في ثقه متبادله. احنا خدنا بعض على اساس الاحترام والحب والموده، خدنا بعض على اساس ان احنا نبني بيت هادي جميل محترم، في ثقه ما بيننا وبعض. ما فيش داعي بقى ان احنا ايه نقعد نحط الخوانه، وان احنا نتهم بعض اتهامات تؤدي الى الشك اللي بيؤدي لمشاكل كبيره. واول اتصال جالنا مروه من القاهره. الو مروه. الو، اهلا اهلا يا مروه. الله يا دكتور على الحلقه الجميله دي، بصراحه انت القيتي الضوء على حدث شائع في المجتمع، وبيؤدي ذلك الى بعض خسائر كثيره للمجتمع. انا طبعا ضد الفكره دي جدا، لان انا بالنسبه لي في خصوصيات ما بين الزوج والزوجه، ولازم يكون فيها احترام. تاني حاجه، انا ما بحبش الزوجه اللي تمسك الموبايل تنكش تترقب احداثه بيعمل ايه ما بيعملش طبعًا. ايه لان دي بيعود عليها في ضررين. اولا الضررين خساره ليها، يا اما هتدافع عن الحب وعن البيت ان هي هتحصل مشاكل، وممكن تتفاقم المشاكل الى الانفصال. والمرحله الثانيه ان ممكن ان هي تتغاضى عن الانفصال وترضى تعيش بالواقع، فهتبقى عايشه منكسره امام زوجها. ففي كلتا الحالتين الزوجه خسرانه، اولا كرامتها قصاد نفسها وقصاد جوزها طبعا. تاني حاجه حياتها، لو حبت تدافع عن حياتها والموضوع تفاقم حسب الحدث اللي هيكون فيه التتبع اللي هي وصلت لي. انا بالنسبه لي يعني افضل ان احنا انا كنت لسه اسالك يعني حضرتك مع ام ضد ملاحقه الزوجه؟ حضرتك مع ام ضد انها تفضل تلاحقه طول الوقت؟ طبعا ضد، ما انا بقول لك لو احنا تتبعنا هيحصل مشاكل. هتحصل مشاكل طبعا. لكن مع في حاله واحده، في حدث واحد، اذا إيه البيت وصل لانهيار، ان البيت ده هيوصل لمرحله انهيار، فابتدي اتتبع انهيار بمعنى ايه؟ الحدث ده اللي وصل له للانهيار ده، يعني انهيار واحدة انهيار بمعنى إيه؟ واحده يعني مش فاهمين كلمه حضرتك. انهيار بمعنى ايه؟ انها هتفقد الزوج نفسه، يعني ان هو هيروح يشوف واحده ثانيه مثلا، هيبتدي يحصل ان في مشاكل وصلت للطلاق. طب انا عايزه انكش ليه الطلاق وصل؟ فهي دي الحاجه الايجابيه اللي بتنفع معك. اما في كل الحالات هي ضد، لاني انا احتفظ بكرامتي طبعًا. اولا الزوج هيبقى عامل حساب للزوجه لمخاوف، مش خوفا منها، خوفا للكرامه والاحترام اللي بينهم وبين بعض، هيبقى عامل ليها حساب. لكن دلوقتي عارف ما انت عرفتي ما انت عرفتي يعني انا كده، واذا كان عاجبك هتعملي ايه؟
ايه هتعملي وضعك؟ ايه؟ يبقى الافضل انها ايه تتجاهل الموضوع كده يعني بالضبط شويه على بال ما نشوف بقى ايه يعني تطوراته ايه ونشوف هيكون الحل ايه. وميرسي جدا. وانا افضل لي ان هي بتسيب الحدث مع الوقت ومع الايام، الزوج بيعرف قيمه زوجته ايوه مع بالظبط الاحتكاكات الخارجيه، بالظبط. هيعرف بقيمه ان ربنا مديله جوهره. عجبتني جدا كلمه حضرتك الاحتكاكات الخارجيه، يعني هو ممكن يشوف واحده تانية في الشغل او في العمل او في او ايا إن كان انها احسن من زوجته، انها إيه لا انا اخترت اختيار غلط، يبتدي الزوج طبعا يتغير على زوجته. هي لو سابته اكيد والله صدقيني مع مرور الوقت هيكتشف عيوبها. وميرسي جدا يا مروه، هيكتشف عيوب الست دي وهيرجع تاني لزوجته. ومعانا نرمين من بحيره. الو نرمين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه رايك في موضوع ان الزوجه تقعد طول الوقت تراقب جوزها وتلاحقه وتفتش ورايا نرمين؟ بصي، هو الزوجه ما بتعملش كده الا اذا شكت في حاجه. تمام. وفي ستات مؤفره، في ستات جدا. شكة على طول يا نرمين من غير ما يعمل حاجه، لو شافته لابس انت لابس ليه، لو شافته حاطط بيرفيوم انت حاطط بيرفيوم. لا، ما هو ده غلط يعني، ده غلط. ده غلط. تمام. بس لو في، لو هو مش ملاحقه هو اهتمام، فانا ما اعتقدش ان هو يزعل الرجاله. يعني لو الموضوع اهتمام، اهتمام رايح فين؟ بس ما حسسوش ان هو شك او ان انا بخنقه يا نرمين، ما هو لا الراجل تمام، ما بيحبش الخنقه برضو زياده عن اللزوم يعني. اي تمام، انا صحيح، بقول عاوز ما انا يعيش بقول حر كده. يعني، انا بوفر لك كل الامكانيات، بوفر لك كل حاجه وانا ما بعملش حاجه غلط. طب بتتهميني ليه؟ مش اتهام، بس فكرة ان هي تبقى عارفة عنه كل حاجة، دي مش حاجة وحشة برضو. ما تزعلش راجل يعني، ما هو لا ما بس هي زوجته في الاخر، بقدر هي معقول زوجته. بقدر طبعا هي زوجته يعني ممكن تعرف عنه الامور. طب ايه رايك في موضوع الامور الماليه؟ يعني في رجاله كتير بتخبي على الستات، ما قبض كام، اخد كام، حوش كام، معاه كام في طب هو البنك. بيخبي عليها ليه لما هو ربنا فاتح عليه ومعاه؟ ما هو اكيد مش الاجابه بيعرفها معروف. الا في القرف بس يعني. يعني لما هو يبقى مديون وعليه ديون، ايوه انا قرفان المشاكل، وانا معاه، المشاكل ما بس. هو لازم يبقى سوي برضه في كلامه ما يعني. هو اكيد الاجابه معروفه ان نرمين مش بيعرفها علشان ما تطلبش طلبات كتير، صح؟ ميرسي يا نرمين. معنا مين؟ مين؟ طيب انا مش سامعه الاسم الحقيقه. طيب معنا اتصال. الو الو اني ام دينا، ام دينا من الجيزه. الو يا دكتور ميرفي، السلام عليكم. عليكم السلام. معلش مش سامعه كويس اسم حضرتك. اهلا وسهلا. ولا يهم حضرتك. طيب حضرتك ايه رايك في موضوعنا؟ الحمد لله. ايه رايك في موضوع الحلقه يا ام دينا؟ حضرتك متجوزه؟ بتعملي حاليا ايه مع منفصله. جوزك؟ منفصله. طب تمام. اوعي يكون الانفصال بسبب الملاحقه يعني اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. تمام تمام تمام. والله صراحة ربنا أنا من رأيي مفيش راجل يستاهل إن الست تجري وراه ولا تلاحقه، الله، إلا من رحم ربي عشان ما أظلمش ناس برضه. لا هو في رجالة تستاهل وكل حاجة، بس أنا شايفة يا أم دينا إن لما الراجل يعني الست خلاص بقى استنفذت كل قوتها في إنها تحوط عليه أو إنها ترجعه البيت أو إنها تكافح كتير جدا، ولكن هو بقى مش عايز يتصلح. فيعني أنا دايما عندي مقولة، اللي يشوف غيرنا ما يستحقش إن إحنا ندور عليه. صح. يعني حضرتك ضد ان الست تلاحق طبعا جوزها ولا طبعا. ليه؟ ايه وجهة نظرك؟ وبعد تجارب يعني، مش تجارب زي ايه؟ ايه اللي حصل لك؟ قولي لنا كده على السريع، ايه اللي حصل؟ ايه سبب والله الانفصال؟ انا كنت متزوجه حوالي 20 سنه. جبنا 4 اولاد. طبعا هو من اول سنه وهي ابتدت المشاكل اصلا. بسبب هو ايه؟ المفروض ما كناش نكمل، بس العادات والتقاليد بتمنع الطلاق. الامور دي هي اللي بتجبرنا ان احنا نكمل ونستمر على امل ان الحال يتصلح والامور تبقى احسن. بعد ما جت بنت الاولانيه جول الولدين. لا، الولدين بقى هم اللي هيثبتوا قدمك، هم اللي هيخلوكي تعيشي، هتحملي. صحيح صحيح. برضو بعد الولدين، لا يعني في النهايه، هي في النهايه يا مدينة، معلش عشان وقتنا، في النهايه كانت النهايه الحتميه هي برضو الطلاق، وما بني على باطل فهو باطل. معانا مين؟ ميرسي جدا ام مدينة. معانا مين تاني؟
طيب احنا للاسف وقتنا خلص يا جماعه، وعايزه اقول لكم طبعا ان الدنيا كالماء المالح، اذا ازدادت عطشا كانت شيء كاذب وزابل، اذا ما حلت او حلت، واذا ما كست او كست، واذا اينعت نعت. ليست هذه الدنيا الا سباق كتب علينا جميعا، زي ما قلت لحضراتكم مش لازم ابدا الدنيا تاخدنا، لازم نكون يعني نعمل للاخره. وفي النهايه لا تعيش حياتك كأنك في معسكر، بقول لكل ست لا تعيش حياتك كأنك في معسكر حربي للمراقبة، ويجب على الزوجة أن تحترم خصوصية الرجل وكذلك هو، لأن هناك حدود ينبغي لكل الطرفين ألا يتعداها. والزوج لا تخفي على زوجتك بعض الأمور مثل المال أو السفر المستمر، فهذا يدفعها إلى الشك. وبكده طبعا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واشوفكم في حلقات تانية إن شاء الله مع الملكة الأسبوع القادم الجمعة القادمة. كنت معكم أنا ميرفت ربيع، وإلى اللقاء.